نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والنهارده كانت قرعة بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، واللي بيشارك فيها النادي الأهلي، والأهلي بيفتتح مشواره في البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي يوم 1 فبراير القادم. إيه يعني فرص الأهلي في هذه البطولة؟ يمكن الناس بتتكلم على إنه حظنا حلو في القرعة، وإنه الأهلي لما يبدأ مع أوكلاند سيتي المفروض إنه يعني يتجاوز أوكلاند سيتي، يوصل بقى بعدها للفرقة الأمريكية سيتايل، وبعد كده لو تجاوزها يوصل إنه يقابل ريال مدريد في نصف النهائي. دلوقتي معانا على التليفون الناقد الرياضي أحمد عصام، أهلا بيك، مساء الخير عليك، وشايف إزاي حظوظ النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مساء الخير طبعا عليك، برحب بيك وبرحب بمشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. طبعا حظوظ النادي الاهلي طبعا كبيره، النادي الاهلي دايما بيشارك في البطوله، وهو من المرشحين ان هو دايما يوصل لنص النهائي زي ما بيقولوا، وان هو كمان في السنين اللي فاتت بقى مرشح ان هو يوصل للمباراه النهائيه، ان هو خد طبعا المركز الثالث مرتين ورا بعض، فهو مرشح ان يوصل للمباراه النهائيه بشكل كبير جدا. الاهلي طبعا هيبدا مشواره مع اوكلاند سيتي نيوزيلندي، الاهلي هيبدا بالدور التمهيدي لان هو مشارك كممثل لقارة أفريقيا، طبعا الوداد هو اللي حامل المستضيف البطولة، والأهلي بيشارك إن هو ممثل قارة أفريقيا، هيلاعب أوكلاند سيتي. أوكلاند سيتي طبعا من الفرق من أكتر الفرق اللي بتشارك على فكرة في كأس العالم للأندية، دايما بتشارك، بس طبعا هو مستواهم دايما أقل من النادي الأهلي أو أقل من الأندية الأفريقية بشكل كبير. طبعا نيوزيلندا الكرة فيها مش متطورة قوي، فمرشح جدا الأهلي يكسب، والاهلي كمان لما يكسب قدامه فرصه كبيره في ربع النهائي ان هو لما يلعب سياتل ساوندرز الامريكي ان هو برده يحقق مكسب كويس جدا، لان الفرقه الامريكيه برده عانت كتير السنه اللي فاتت، كسبت البطوله القاريه بتاعتها، وعلى فكره هو اول فرقه من امريكا تشارك في كاس العالم للانديه، بس هي برده فرقه على المستوى الفني جوه الملعب مش من اعلى الفرق ان هي ممكن تأدي وتكسب النادي الاهلي، لا الاهلي قادر بلاعبيه، وقادر بمدربه، وقادر كمان بجماهيره، بالذات ان البطوله هتقام في بلد عربيه، والحضور الجماهيري منتظر جدا للنادي الاهلي ان هو يكون كبير زي ما شفنا قبل كده في السنين اللي فاتت في الامارات، وبرده لما اتعملت في المغرب قبل كده، ده من المنتظر طبعا. فحظوظ النادي الاهلي طبعا كبيره، وطموحات النادي الاهلي ان هم يلعبوا ريال مدريد، وعلى فكره جماهير النادي الاهلي وكمان في مصر طموحاتهم بعد كده لو وصلوا ريال مدريد، احنا ليه ما لا؟ ليه لا ما نكسبش ريال مدريد كمان بطل اوروبا، زي ما قابلنا بايرن ميونخ قبل كده وقدرنا ان احنا نوعا ما نلعب قدامه، خسرنا 2-0 بس، فليه لا ممكن نأدي ونعمل ماتش شرف كبير، وبرده ممكن نكسب، يعني ليه لا؟ الكوره ما فيهاش مستحيل. طيب عايز اتكلم معاك كمان عن الصفقات الجديده للنادي الاهلي، يعني يمكن كريستو مهاجم النجم الساحلي، وكمان مروان عطيه اخيرا لاعب الاتحاد السكندري، وكمان خالد عبد الفتاح لاعب سموحه. خالد عبد الفتاح، طبعا نبدا بخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح الاهلي تعاقد معاه لان طبعا شفنا اصابه اكرم توفيق وكريم فؤاد بالرباط الصليبي، كانت صدمه طبعا لمارسيل كولر مدرب النادي الاهلي والجماهير، فطبعا كان لازم الاهلي يدعم في الناحيه اليمين مع محمد هاني، هو لعيب كويس جدا من احسن الباكات رايت اللي موجوده في الدوري، وظهر اداؤه كويس جدا مع سموحه السنه دي. كريستو طبعا من اللعيبه الشباب الموهوبه اللي منتظر او من المنتظر منها انها تأدي بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، وان هو يبقى اساسي في الفتره الجايه. كريستو من اللعيبه المهاريه جدا، كان مع نجم الساحلي، كان هو اللي شايل فريق نجم الساحلي لوحده رغم صغر سنه، فطبعا من اللعيبه المميزه جدا اللي هتدي اضافه الفتره الجايه للنادي الاهلي. مروان عطيه طبعا، وخناقه مروان عطيه الفتره اللي فاتت، هيروح الاهلي لا هيروح الزمالك، هو يعني نقدر نقول انه مروان عطيه على وجه التحديد حجز مكانه في كاس العالم للانديه مع الاهلي؟ مع حاجه مكان اكيد، وثلاث صفقات، اعتقد ان هم بعد فتره قريبه جدا ان هم هيبقوا اساسي، الثلاث صفقات هيبقوا اساسيين مع النادي الاهلي، بالذات بعد تراجع اداء محمد هاني خالد عبد الفتاح ممكن يبقى اساسي. كريستو شفنا اجنحه النادي الاهلي مش على احسن مستوى الفتره اللي فاتت، وبالذات في ماتش امبارح قدام المصري، طبعا صفقات النادي الاهلي، ولسه الاهلي كمان هيدعم بمهاجم افريقي الفتره الجايه، في كلام على موليكا اللي كان بيلعب في مازين دلوقتي بشكتاش، لا موليكا ما اعتقدش ان هو هيجي النادي الاهلي. النهارده كنت في حديث مع احد المسؤولين في النادي التركي، لا قال لي لا احنا مش هنبيع موليكا، موليكا من اللعيبه الشباب اللي احنا شايفينهم هيبقوا مستقبل في النادي، فاحنا مش ناويين ان احنا نبيعه، فطبعا هتبقى صفقه صعبه جدا على النادي الاهلي، بس المؤكد ان الاهلي هيتعاقد مع مهاجم افريقي قبل كاس العالم للانديه. عظيم، احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي احمد عصام، شكرا جزيلا على وجودك معانا.